أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا في باب في من دان الله عز وجل بغير إمام من الله جل, جل جلاله الحديث الثاني من أحاديث هذا الباب عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام الإمام على الباقر يقول: كل من دان الله بعبادة يجهد فيها نفسه، ولا إمام له من الله، فسعيه غير مقبول، وهو ضال متحير. والله شانئ لأعماله. ومثله كمثل شاة ضلت عن راعيها وقطيعها فهجمت ذاهبة وجائية يومها. فلما جنها الليل بصرت بقطيع من غير راعيها فحنت إليه فحنت إليها واغترت بها فباتت معها في ربضتها. فلما أن ساق الراعي قطيعه أنكرت راعيها وقطيعه وقطيعها، فهجمت محيرة متحيرة تطلب راعيها وقطيعها، فبصرت بغنم مع راعيها فحنت إليها واغترت بها، فصاح بها الراعي: إلحقي براعيك وقطيعك وقطيعك، فإنك تائهة متحيرة عن راعيك وقطيعك. فهجمت ذعرة متحيرة نادة لا راعي لها يرشدها إلى مرعاها أو يردها فبينا هي كذلك إذ اغتنم الذئب ضيعتها فأكلها وكذلك والله يا محمد من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله جل وعز ظاهرا عادلا أصبح ضالا تائها وان مات على هذه الحال مات ميته كفر ونفاق واعلم يا محمد ان ائمه الجور واتباعهم لمعزولون عن دين الله قد ضلوا واضلوا فاعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ذكرنا في الحلقه الماضيه بعض ما يتعلق بهذا البحث وحاصله ان الله سبحانه وتعالى غني عن اعمالنا لا حاجه له الى اعمالنا وامرنا لمصلحتنا والطاعات التي أمرنا بها أمرنا بها بكيفية خاصة من أجزاء وشرائط وموانع وقواطع ووعد الثواب على العمل الصحيح وأما العمل غير الصحيح فلم يأمر به ولم يعد عليه الثواب فلذلك إذا أتى الإنسان بالعمل لا بالطريقة التي يريدها الله سبحانه وتعالى فذلك العمل باطل غير مقبول لا ثواب له بل قد يتحول إلى وبال على الإنسان. الله سبحانه وتعالى حينما امر الملائكة بالسجود لادم عليه الصلاة والسلام، وإذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الأرض خليفة، إلى أن يقول، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم، وأمر ايضا ابليس مع الملائكة وكان من الجن أن يسجد لادم فابليس رفض ذلك وخاطب الله سبحانه وتعالى بان يعفيه عن السجود لادم وفي قبال هذا الاعفاء يسجد لله سبحانه وتعالى سجده طويله لالاف السنين وإذا واحد من الذين يعتبرون أنفسهم أعلم من الله ورسوله والعياذ بالله يقول إيه شنو يسجد لبشر قال يسجد لخالق البشر لكن الله سبحانه وتعالى خاطب إبليس إني أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد الله سبحانه وتعالى يطاع ويعبد بالكيفية التي يريدها هو لا بالكيفية التي نريدها نحن. الله سبحانه وتعالى يريد ان يطاع بان تسجد لادم. هنا ابليس استكبر على الله سبحانه وتعالى. استكبر على امر الله. تكبر على ادم فبعصيانه صار من الكافرين، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فماذا ناله من رفضه السجود لادم واستكباره وتكبره؟ وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين، اخرج منها فانك رجيم. وفي يوم القيامة لاملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين. الله سبحانه وتعالى يعبد من حيث يريد، لا من حيث نحن نريد. مثل هذا المثال اللي ذكرناه مكررا. اذا هناك دولة لها قوانين. الآن ما يعجبني قانون من القوانين إذا خالفت ذلك القانون هنا أحاسب وقد أعاقب وقد أغرم ما أقدر أقول ما يعجبني هذا القانون شنو هذا القانون هذا قانون إذا خالفت المخالفة لها عقوبة او غرامه او محاسبه والله سبحانه وتعالى هو المنعم هو المتفضل هو الخالق وما بكم من نعمه فمن الله الله سبحانه وتعالى امرنا بان نطيعه وان نعبده عن طريق الانبياء هسه واحد يقول شنو انا اتبع الانبياء اني اروح في المحراب واعبد الله سبحانه وتعالى بالكيفيه التي اريدها. اذكار لم ينزل الله بها من سلطان. عبادات من البدع. هذه مو مقبوله بل فيها عقاب. وكذلك الله سبحانه وتعالى يقول: إني أمرك بأن تتولى الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وهذا التولي وهذا الاتباع قلبًا وعمًلا شرط في صحة العمل وقبول العمل. وإذا واحد لم يتولاهم، لم يتبعهم، الله سبحانه وتعالى يقول عملك باطل غير مقبول، يعني ما أحتاج إلى عملك. الله اشترط صحة العمل بهذا، قبول العمل بهذا. في هذا الحديث الشريف، الإمام الباقر يقول كل من دان الله بعبادة يجهد فيها نفسه، دان الله يعني اطاع الله وعبده يجهد فيها نفسه يتعب نفسه اكو بعض اهل البدعه تشوفه في حلقه يجلس ساعات في صومعه يجلس سنوات يتعب نفسه ولا امام له من الله لكن بدون ان يعتقد بامام ويتبع امام من الله لان الائمه ائمه حق وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا وائمه باطل وجعلناهم ائمه يدعون الى النار الامام اللي هو من الله هذا امام حق، والامام الذي ليس من الله فهو امام باطل، ولا امام له من الله فسعيه غير مقبول، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وهو ضال متحير. هذا ضال في اخير الحديث الامام يشير الى حديث رسول الله صلى الله عليه واله من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليه هذا الحديث روته العامه والخاصه بألفاظ مختلفه باسناد صحيحه. من مات وليس في عنقه بيعة لامام مات ميتة جاهليه. الميتة فعله بمعنى الهيئة والكيفية. الميتة بالفتح الحيوان الميت حرمت عليكم الميتة والدم. لكن الميتة يعني الكيفية كيفية موته كيفية موت أهل الجاهلية هذا السؤال أهل الجاهلية كيف كانوا يموتون ميتتهم ميتة كفر ونفاق من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية يعني ميتته ميتة كفر ونفاق مع أن الله سبحانه وتعالى يقول لا تموتن إلا وأنتم مسلمون الإنسان لازم يكون حين موته مسلما تكون ميتته ميتة الإسلام لكن الذي لا يعرف إمام زمانه ليس في عنقه بيع لإمام زمانه مات ميتة جاهلية هسه تعال أنت اسأل المسلمين من هو إمامكم؟ غير أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يتحيرون إذا يقول وهو ضال متحير لان الانسان اذا اتبع الحق لا يحتار لكن اذا اتبع الباطل يحتار والله شانئ لاعماله لان هذه اعمال باطله شانئ يعني مبغض لها الله سبحانه وتعالى هذا يعبد لكن الله يشنع عبادته يبغض هذه العباده لانها عباده باطله ثم بعد ذلك الامام عليه الصلاه والسلام يذكر مثل لتقريب الفكره الى الاذهان الله سبحانه وتعالى ايضا في القران يذكر الامثال حتى الانسان يلتفتون حتى الناس يلتفتون الى ال أفكار لأن المثل تركز في أذهانهم أو هو يقرب الفكرة إلى أذهانهم المثل مثل شات تركت قطيعها فلما صار الليل تحتاج إلى قطيع شافت فت قطيع ذهبت إليه لما صار الصبح شافت هذا القطيع غير قطيعها فأنكرته. راحت إلى قطيع آخر، ذلك القطيع الآخر صاحبه وذلك القطيع رفضها. فهي متحيرة صارت أكلة لذئب. هذا المثل شنو يريد يقول؟ الإنسان اللي يترك إمام الحق تارة يذهب إلى مذهب باطل. هو بعد فتره ينكر ذلك المذهب شوف هذا المذهب مذهب باطل وتاره الانسان يريد يلتحق بمذهب باطل اهل ذلك المذهب الباطل يرفضونه لا يقبلونه فتاره هو يرفضهم وتاره هم يرفضونه ويبقى متحير يكون طعمه للشيطان فيورده جهنم لأن الشيطان حلف بالله سبحانه وتعالى في اليوم الأول اللي رفض السجود لآدم والله سبحانه وتعالى طرده اخرج منها فإنك رجيم الشيطان حلف فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الإنسان اللي هو تابع لإمام حق أمره مو فُرط، لأنه الحق صراط مستقيم، لكن الباطل سبل، وكان أمره فُرطا، لذلك يكون متحير. الإمام يقول وكذلك يا محمد الراوي يعني محمد بن مسلم رضوان الله عليه من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله جل وعز ظاهرا عادلا يعني شنو الإمام ظاهرا عادلا يعني يكون معروف أكو بعض الناس يقول آه أنا أعتقد بالإمام الواقعي خب منه هو هذا الإمام الواقعي ما أدري هذا ما يفيد لازم أنت تؤمن به بالتفصيل الآن هناك بعض الناس في العالم من الكفار يعتقدون بالله ويعتقدون أن الله سبحانه وتعالى أرسل أنبياء بس من ذول الأنبياء يقولون ما ندري أكو واحد كان من كبار الملاحدة خمسين سنة رأس الإلحاد <applause> هذا بعد خمسين سنة لسبب مذكور اعتقد بوجود الله وأحدث صدمة في عالم الإلحاد واحد خمسين سنة يرأس الإلحاد فجأة ينقلب كان عنده كتاب ليس هناك الله طبعة طبعة جديدة أو كتاب آخر على ليس خل علامة حمراء في حمراء هناك الله هاي المرحلة الأولى احتاجت خمسين سنة منه حتى يعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى بعدين المرحلة الثانية راد يبدأها أنه زين هذا الله سبحانه وتعالى اللي خلق الإنسان هل أراد أن يتواصل مع هذا الإنسان هل أرسل أنبياء يتواصل معهم مثلا هو كبير السن كان مات ما لحق حتى يبحث في هذا الموضوع هسه أكو ناس يعتقدون بوجود الله سبحانه وتعالى لا يعتقدون بالأنبياء هؤلاء كفار أكو ناس يعتقدون بوجود أنبياء لكن من ذول الأنبياء ما ندري هذا هم ما يفيد لازم أنت تعتقد تفصيلا بنبوة محمد صلى الله عليه وآله نعم الانبياء المذكورون في القران الذين ثبتت نبوتهم مثل ابراهيم مثل موسى مثل عيسى الانسان لازم يعتقد بهم تفصيلا لكن هناك انبياء ورسلا لم نقصصهم عليك مو مذكورين وتاريخهم تاريخ سحيق لم يصلنا خبرهم اولئك نؤمن بهم اجمالا الله سبحانه وتعالى أين نبي أرسله أنا أعتقد بنبوته أما بالنسبة إلى نبوة محمد صلى الله عليه وآله والأنبياء المعروفين في القرآن <applause> الإنسان لازم يؤمن بهم تفصيلا إذا لم يؤمن بهم تفصيلا ما يفيد أكو واحد جاء إلى الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال إن فلان يقول أنا أدري الإمام في آل محمد بس ما أدري منه أقول يا رب أي واحد منهم إمام أنا أعتقد به الإمام الصادق قال له هذا ما يفيد لازم تعتقد تفصيلا بإمامة علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام إلى إمامة الإمام المهدي بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف بدون أن تضيف إمام آخر لا زيادة لا نقيصة إذا أكو مثلا مذهب مبتدع دين مبتدع ظهر قبل مائتي عام يعتقد بالأنبياء إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله ويعتقد بنبي جديد واحد ادعى النبوة كذبا وزورا وبهتانا يقول هذا هم نبي أيضا محمد أيضا نبي عيسى أيضا نبي هذا ما يفيد لازم لا تنقص ولا تضيف وكذلك يا محمد من اصبح من هذه الامه لا امام له من الله جل وعز ظاهرا عادلا، مو امام من ائمه الجور، لا امام عادل من ائمه العدل. اصبح ضالا تائها، وان مات على هذه الحال مات ميته كفر ونفاق. يعني هو هذا في الاخره مع الكفار، مع المنافقين. الله سبحانه وتعالى يسلب منه كلمة التوحيد فإذا سلب منه كلمة التوحيد الله سبحانه وتعالى يركم الباطل بعضه على بعض ويرمي في نار جهنم زين استفد واحد يجي يقول هسه شنو المشكلة فد واحد لا يتبع أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يصلي يصوم يحج خوش آدمي الإمام يقول وعلم يا محمد إن أن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله الدين الواقعي يمكن هو يصلي يمكن يصوم يمكن يحج لكن هذه أعمال غير مقبولة قد ظلوا وأظلوا هو ضال وسبب ضلال الناس والذي ضال ومضل عمله غير مقبول، الله سبحانه وتعالى في القرآن في سورة إبراهيم يقول: كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، الرماد هذا لا وزن له، لا تماسك له. فاذا اصابته ريح شديده هذا يتفرق والانسان ما يقدر يجمع كرماد اشتدت به الريح يعني ريح شديده جاءته في يوم عاصف في يوم الريح تكون عاصفه شديده لا يقدرون مما كسبوا على شيء هذه الاعمال يقدرون يجمعوها حتى في يوم القيامة توضع في ميزان أعمالهم فتثقل موازينهم لا هذا الرماد هو ما إلا وزن ما إلا قيمة واجت ريح فرقته هسه هذا واحد يقدر يجمع الرماد مرة ثانية ما يقدر ما إلا قيمة هذا مثال بليغ هو ما إلا قيمة الرماد وإذا تفرق لا يمكن جمعه عمل هؤلاء لا قيمة له ويوم القيامة يكون كالهباء المنثور كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد الضلال البعيد شنو تارة الانسان ضلاله مو بعيد هذا المذنب المؤمن المذنب الذنب ضلال لكن مو ضلال بعيد بالتوبة يرجع مثل واحد في الجادة في الطريق زين انحرف عن الطريق قليلا متر مترين عشرة أمتار هذا الجادة يما يشوفها يرجع لها فالذنب من المؤمن ضلال قريب من ال... صراط المستقيم يرجع اليه لكن اذا واحد صار في الصحراء ابتعد 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 الى ان غابت الجاد هسه يريد يرجع ما يدري شلون يرجع خاصه في صحاري الجزيره العربيه اللي هي رمال وماكو جبال غالبا حتى واحد عن طريق الجبال يشخص الطريق إذا راح هناك خلص يتيه بعد ما يقدر يرجع هذا هو الضلال البعيد الكافر المنافق الذي لا يعتقد بإمام إمام نصبه الله سبحانه وتعالى هذا ضلال ضلال بعيد هسه إذا يقول أنه آني أصلي أصوم أحج الخوارج كانوا يقرؤون القرآن وبعضهم كانوا حافظين للقرآن قراء للقرآن أربعة آلاف واحد منهم قراء القرآن لكن الرسول صلى الله عليه وآله يقول عنهم لا يتجاوز تراقيهم يعني لا ينفذ إلى قلوبهم يقرأ القرآن بس هذا القرآن ما ينفذ إلى قلبه وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا هؤلاء الآن خوارج العصر الذين فجروا وقتلوا ونهبوا وأسروا واعتدوا <applause> وما منكر إلا ارتكبوه عندما تستمع إلى كلامهم يستدلون بالقرآن بالحديث وخوارج زمان امير المؤمنين هكذا كانوا يحاربون امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام بآية من القرآن ان الحكم الا لله حتى ان امير المؤمنين عليا عليه الصلاه والسلام قال كلمة حق يراد بها باطل هي كلمة حق لانها آية قرآنية ان الحكم الا لله بس يراد بها باطل يراد بها نفي خلافة علي بن ابي طالب عليه الصلاة والسلام. يراد بها محاربة علي بن ابي طالب عليه السلام. ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. فإذا الانسان يجب ان يعبد الله من حيث يريد الله. والله سبحانه وتعالى اراد ان يعبد عن الطريق الذي عن الدين الذي انزله على رسوله محمد صلى الله عليه واله. اذا واحد عن خلاف ذلك الطريق راح مو مقبول حتى لو اتعب نفسه. الله بالنسبه للنصارى يقول: ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله. فما رعوها حق رعايتها الله كتب عليهم الرهبانية لكن اشترط في رهبانيتهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله لكن ذول رعوها حق رعايتها لا ما رعوها حق رعايتها يروح في صومعة يبتعد عن ملاذه يبتعد عن الزواج ما يصير إلى أولاد طعامه مو معلوم شلون؟ 24 ساعة في عبادة الله سبحانه وتعالى، هذه بدعة. لأن الرهبانية التي أمرهم الله سبحانه وتعالى بها لم تكن هكذا. مو مقبول عملهم، تعب نفسه يصير خسر الدنيا والآخرة. أما الدنيا فحرم نفسه من ملاذها. وأما الآخرة ففي النار. ذلك هو الخسران. المبين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى الصواب هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين